السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. نتحدث اليوم عن السحر الأسود، هو ضد السحر الأبيض وبينهما اختلاف شاسع، حيث السحر الأسود أو ما يسمى بسحر النجاسة وفعل المحرمات في المحارم كالزنا وغيره وكتابة الآيات والطلاسم بالدم وخصوصا دم الحيض والمني والعياذ بالله. الطلاسم المستخدمة في هذا النوع من السحر هي شيطانية وتتقوى طاقتها وفعلها عندما يقوم الساحر السفلي وبمساعدة من الشياطين بتدنيس وتنجيس بعض الآيات القرآنية إرضاء للشياطين والعياذ بالله، فيقوم الشيطان بمساعدته ومده بجنوده يكونون تحت إمرته وطوعه ورهن إشارته في كل ما يوكلهم به، فبذلك يكون الشخص أو الساحر قد باع نفسه وأعطى بيعة كاملة تامة للشيطان. هذا نوع من الطلاسم والطرق السفلية والسحر السفلي خطير جدا، فليس كل ساحر يستطيع أن يدخل في هذا المجال. ولا يوجد فرق بين السحر العلوي والسحر السفلي، فكلاهما سحر، ولا بد أن نعلم شيئا واحدا ألا وهو قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فالسحر مهما كان هو سحر، سواء كان علويا أو سفليا، فهو تغيير في طبيعة النفس البشرية. يقسم أهل هذا العلم السحر إلى عدة تقسيمات، فثمة سحر مشروب ومأكول وطائر ومدفون ومعمول. ثم وأيضا لابد أن نعرف أن أصل كل عمل سحر والحسد، فلو لم يحسد الناس بعضهم بعضا لما قاموا بهذا العمل الشنيع وطلب الدمار والخراب عن طريق استخدام الجن والشياطين، فهذا هو أصل كل سحر. أما الفرق بين السحر الأسود والسحر السفلي، فالسحر الأسود هو سحر اليهود المكون من 13 عقدة، وحيث هم يقولون اليهود أن هذا سحر مميت. السحر الأسود يؤدي إلى موت الشخص، فيما يصفون السحر السفلي على أنه سحر جن الأرض وتستخدم فيه الشياطين السفلية. هناك ادعاءات كاذبة من قبل بعض المشعوذين يقولون أن علاج السحر السفلي وجلب العريس والحبيب مدة 48 ساعة. لا يوجد علاج بهذه الطريقة، وهذا علاج كذب وباطل. العلاج بالقرآن، واعلم أنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يضرك بشيء لم يضرك بشيء إلا قد كتبه الله لك. أيضا أذكر بعض المعلومات عن السحر الأسود، طبعا هو من أخطر ما يكون العمل به والأقوى تأثيرا وضررا، وفعاليته كثيرة جدا وقوية. وينقسم هذا السحر سحر الفودو، وقد تكلمنا عن سحر الدمية أو الفودة أو ما يسمى بالسحر الأفريقي، وهو المخصص بالقتل والنزف، يعني يقتل يضع الإبر على الدمية فيقتله. أيضا نوع آخر سحر هيمون، وهو سحر يهودي فرعوني. نوع آخر سحر القبالة، القبالة هو من أخطر وأقوى وأشد أنواع السحر اليهودي. حتى الكهنة، كهنة اليهود يحذرون من هذا السحر ودراسة هذا السحر إلا بعد ما يبلغ الإنسان عمره أكثر من فوق 30 سنة. وإياك أخي وأختي المسلمة أن تنخدع بهذه المواقع السيئة الخبيثة المبنية على الكفر والإلحاد والزندقة، فيغون به الناس بالسحر والدجل، لأن هذا الأمور لا يمكن العبث واللعب والتجربة، فهذا خطير ويؤدي إلى دمار الشخص نفسه ومن حوله، والله تعالى أعلم. هذا ما أردت أن أبينه من حقيقة هذا السحر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.